شهيد مصطفى يونس رحمة الله عليه لموقع كنوز نت. ابني انقتل بدم بارد، وانا بطالب القضاء ياخذ حقه، وبطالب كل انسان عنده ضمير حقيقي يتعاطف معنا ويقدم كل شيء دليل او حكايات على الجريمه هاي. تصوروا كل واحد تصور شيء او كان عنده اي شيء اللي اثبت انه مصطفى بريء من الاشياء اللي أردوه أو تصوير الحشد في نفسها، جبنا إياه عشان يبقى معنا أدلة وإثباتات. وأنا بتشكر الجميع طبعاً وصل كل هالوصف للشعبية، لأنه في بلاد بعد إنا مش بس مصطفى العفان، في عنا أبناء وفي عنا دمنا مش لازم يروح لهدر، الدم العربي غالي مش لازم يروح باستهتار للدرجة هاي. هو انسان اعزل، كاتبينه مرقبينه ومريض، وحكيت لهم انه هو مريض، وصرخت بصوت عالي الولد مريض، الولد مريض، مش معاه كرت للاحتياجات الخاصه من ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكنهم ما سمعوا. هم بدهم ينفذوا اللي بدهم يعملوه، بدهم ينفذوا اللي ببالهم، يقضوا عليه وما يخلوهوش، ناويين يقتلوه، قتلوه بشكل إجرامي بشكل بشع أمام عيوني. وأنا المنظر هذا ما بنساهوش، ولا بنسى إني أضلني أدعي على اللي قتلوه إنهم هم يتلكوها في أقرب وأعز الناس إلهم، زي ما هم حركوا قلبي على ابني. ربنا يحرق قلوبهم وربنا ينتقم منهم شر انتقام ومن كل أمثالهم. وأنا بشكر كل واحد اتضامن معنا نجم مصطفى، وبشكر كل واحد كان عنده ضمير حي، وبشكر الأعضاء وكل واحد اتضامن معنا. وأنا أدعي دائما بشكل دائم ابن الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، وإلى لله ما أعطى ولله ما أخذ. هو تبرع بأعضائه دائما بيعمل عمل خير، وحتى هو ميت وهو حي ولله الحمد. ابني مات بشرف وبعز ودافع عن نفسه، ومع هذا قتلوه قتل مجرمين، قتل نذل، قتل بدون ضمير بدم بارد. والله الله على الظالم، وانا بدي اعمل كل جهدي اطالب بحق ابني وبدمه والانتقام والعداله من اجل اخذ حقوق ابني ومحاكمة كل ظالم وكل من اعتدى عليه، سواء بكلمة كان للأمن واستدعاهم، أو سواء بإطلاق الرصاص، أو سواء أي واحد كان مشترك في قتل ابني في الجريمة البشعة اللي ارتكبوها في حق ابني. وأنا ولله الحمد ابني إن شاء الله بجينا نعيم، إن شاء الله نروح للفردوس الأعلى. الجنسية اللي تبرع له الله ابني مات وما يعرف جنسية اللي تبرع له. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين.